رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. كلمني ابو فيصل عن وجود يعني مساعد المدرب الوطني في الجهاز الفني، وكلمني عن الفرق بين المدرب الاكاديمي والمدرب الفني. طبعا في فرق كبير، يعني الأمانة ابدي من الاخير، في فرق كبير بين الاكاديمي وبين الفني. الفني يعني انا رايي الشخصي ان المدرب مساعد مدرب يكون فني وطني، اثنينهم وطنيين ما اختلف عليهم، لكن يبقى بالنهايه الفني يعني يقرا المباراه، يعرف يوجه حتى المدرب في بعض الاحيان، مثلا محمد يمكن يعرف يعني ساعات مباريات ممكن يغفل عنها المدرب، يقدر يوجهه ويقول له ويكلمه وكذا. لكن الاكاديمي ممكن شغله ورقه وقلم ويعطيك مثلا احصائيات ويعطيك الامور هذه كلها. افيد لنا يعني خلي يكون اثنينهم مجتمعين. لا افيد لنا في الكره الكويتيه الحاليه، الوضع الحالي. لا الفني انه يكون مساعد مدرب وطني. احنا ما نتحمل الاكاديمي واحد يسولف وايد، ما ممكن ساعات المدرب نفسه يغلط، انا اوجهه او انا انبهه حق الامر هذا. فضروري وجود مساعد مدرب وطني، وانا رايي الشخصي انه يكون مدرب وطني وهو المسؤول الاول والاخير عن الفريق، يعني ما في اروح تعال. مساعد المدرب اللي لازم يكون مع ضمن الجهاز الفني، مساعد المدرب الوطني لنا بحاجه كبيره. يعني انا يمكن ضد اخوي عبد العزيز، يمكن معاه في نقطه انه لمتى مثلا الواحد يتم مساعد مدرب، لكن الامر يمكن اليوم خلينا نتفق على النقطه ان الامر اليوم مصلحه بلد، عرفت شلون؟ ولا اقلل من اخوي عبد العزيز، لا بالعكس العزيز مع على يعني انا على ثقه ان رجل يعرف خدمه البلد ويعرف انه حب البلد. لكن اليوم الجهود مطلوبه ان تكون الكل، يعني انكار الذات لازم يكون موجود، مو بس عند عبد العزيز، اي ان كان يطلب منه انه تعال اشتغل، ما في مشكله اشتغل، وين المشكله؟ ابو حمود كلمني عن لما ضحك قلت لك احنا ما نحب الاكاديمي. شوف عبد الرحمن، الان اصبحت كره القدم يعني مثل الطعام مثل الاكل، الكل يتعاطاها، الكل يتعاطى كره القدم، مواقع التواصل الاجتماعي كلهم يتكلمون، يعني اسمحوا لي بهالكلمه، يعني في كلام مصفف. في واحد المدرب انت تتكلم اكاديمي، هذا حده مكتب، في واحد حده مكتب يلبس دركسوت زين وحاط النظار شكله مدرب، نزله ملعب ما يقدر. حقيقه ولا لا يا ابو طلال احمد؟ حقيقه ولا هذا حقيقه؟ في ناس ما يعرف يتكلمون. يا اخوي انا اقول لك اياها، في مدربين صايبين داخل ملعب، عطى ميكروفون ما يعرف يتكلم، يعرف يفصل لك المباراة. وفي عندنا محللين الان بالكويت، محلل كان هو مدرب والله ما يعرف شيء، والله ما يعرف شيء، هو قاعد يتكلم، هو يتكلم المباراة كذي، حاط موقع انشائي ايش يقول؟ عندما يكون اللعب في الاستحواذ في الثلث الدفاعي نصبح موجودين حاليا ثم هذا لا حافظ هذا حافظ هذا معروفين منه، معروف تحديدا منه معروف. احنا نتكلم على الناس اللي يشتغلون داخل الملعب، في ناس يا جماعه يشتغلون داخل الملعب يعرفون شلون يشتغلون، في ناس لا تحليل. انا بتكلم، احنا لما جينا تكلمنا الدكتور محمد المشعان، هو لما قعد مع فيرا انا قعدت معاه، قعدنا 3 ساعات في اول اجتماع، لما يتكلم قال انا مساعد كنت قوران للامور التحليليه، تي انت تطلب مني شنو اداء الخصم، شنو سوى الحالات بالنسبه للجماعيه للخطوط للفرديه، اعطيك اياها. الرجل واضح وصريح، هذا هالنوعيه هذولي مورينو عنده 16 17 واحد كذي مراقب، بس طبعا يراقب هذه الامور. احنا يبا ما نبي كذي، انا مستعد اكتب لك اطلع بمواقع اقول لك ان الاستحواذ في الامور التكتيكيه يجب ان تدخل في العماره الورديه، كلام نسخ ما تدري منه، كل اصبح الحين يتكلم. هي مو كذي، لا يا اخوان الملعب مو كذي، الملعب معايشه يقرب. احنا اشتغلنا مع بعض، انا الحين قاعد انتقد فيرا او ان انا قاعد احاول اقول له بس انا بعيد، ما في معايشه، ما في كوميديشن بيني وبين الفريق. هو لما يجي يشتغل قاعد يدربهم وحدات تدريبيه وقاعد ياكل معاهم في نفس الطاوله مات الاكل، وهو يدش عليهم وهم يتعرضون ضرب بين اللاعبين مشاكل، هو يعرف صح. وهو بالاول وبالاخير لا يمكن انه هو يتعمد انه يعني يخسر نفسه، ما في احد كذي، ولكن تبقى وجهات نظر. احنا تكلمنا عن التبديلات وقلنا ان تبديل عامر معتوق تبديل اضطراري، والدليل على كذي انه هو فضل محمد فهد الهاجري على محمد فرح، وهذه نقطه تحسب لان 22 والمده اللي لعبها كانت وايد زينه. جراح العتيجي التبديل، انا هني لما ببدل جراح العتيجي انا بس بقول شنو الفرق بين التغيير، اولا منو خصمي؟ خصمي شنو مستواه؟ شنو اسلوبه قاعد يلعب باللعب؟ قاعد يلعب باسلوب شنو؟ رده الفعل مسكر، اول شيء الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، مسوي كذي. انا الحين ليش 2 محاور؟
سؤال، انا مو بفتح بسوي الريسك في مباراه استراليا تاريخ 6/1/2010 مو 2-0 في الثلاث دقائق الاولى انغلبنا، في الدقيقه 17 ما تم سحب جراح العتيجي والدفع بحمد العنزي وحولناها 4-4-2 وانتهت المباراه 2-2 واضعنا ثلاث كرات ما تضيع. هذا ما بيقول هذا درس ولا شيء، هذا موقف انا شفت كمدرب انه ما له داعي اثنين محاور. امس التبديل ليش جراح؟ ليش جراح؟ ليش جراح؟ ليش صالح زين؟ إيه؟ وراها؟ هذا بيي. شوف ليش جراح؟ لانه شوف خوش نقطه قالها، شوف كل ما تبدل غلط، عفوا بهالكلمه، هو انا ما اقصد انه بدل غلط بس انت انا كل ما قرا غلط، كل ما بدل غلط كل ما يصير التبديل الثاني شنو؟ علاجي، احاول شنو؟ اصحح التبديل الاول. زين هذه واضحه، هذه قاعده في كره القدم. انا لما سحب جراح القصد شنو؟ ليش دخل طلال عامر؟ ما هو الاثنين راح يعطونك نفس التايب، نفس النمط. شنو؟ لاعب سكرينز بلاير يوقف بس يسوي لك شنو؟ جارد داخل الملعب يحمي لك المنطقه. انت ما تبي، انت تبي تزيد. انا اسحب انزل مثلا فهد الرشيدي ويبقى فهد ومنو؟ يوسف فهد، ويبقى هناك وليد، ويبقى هناك منو؟ صالح، سيف او صالح، ويجيب صالح داخل لانه صالح عنده القدره على التوازن داخل الملعب، يلعب يقدر يؤدي دور طلال ولا لا؟ يقدر يؤدي دور جراح ولا لا؟ صح، التدوير الداخلي تقدر تغيره. هذا هذه واحده، هذه واحده. التبديل الثالث، التبديل الثالث سؤال، انا قعدت اطالع ليش التبديل الثالث؟ ادخل منه هو التبديل الثالث؟ لما عبد الهادي خميس مكان صالح الشيخ. سؤال، عبد الهادي عطني التسلسل ماله مع فيرا، ماكو شيء، انت مو مقتنع فيه اصلا. طيب لما اقتنعت فيه وين كنت؟ ليش ما لعبت اللعبه الاخيره؟ ابو محمد ما تأيدني الراي ان عبد الهادي خميس ينفع للمباريات المفتوحه وليس الفريق مطلق لازم مساحه. لعب مساحه، صح، لعب مساحه. شلون تدخل مع لبنان مسكر؟ يعني معقوله تبي تقول ان السيد فيرا هذا يطوف عليه؟ لا طبعا يفهم احسن مني 20 مره، هذا ماخذ كاس اسيا، هذا مدرب نادي الزمالك، انا على قدي، منتخب الكويت هني، مساعد نادي السالمي على قدي، لكن هو يفهم احسن مني اكيد. بس بنفس الوقت احنا قاعد نقول كان نقول لك لازم مساعد وياه، لازم يكلمه يوقف. خل اروح حق المساعد هذا احمد سلامي. نفس ما ذكرنا مساع وذكرها ابو حمود بفيصل، انه طلع يعني طلعت معسكر ورحت انت الامارات، رحت انت وفييرا يعني محمد المشعان وفييرا الى البحرين لقراءه مباراه لبنان. ما كان كافي انه يرسل محمد المشعان بما انه هو من القراءه التحليليه للمنتخب؟ قد يكون يعني له وجهة نظر أخرى، اللي هي أن ودي أنا أشوف اللاعبين نفسهم على أرض الواقع، أختبرهم وأشوفهم شون لعبهم، مستواهم، أدائهم، مراكزهم، شون طريقة توزيعتهم، أكثر من الإحصائيات. الإحصائيات بيعطي يعني أن والله هذا له كذي وهذا له كذي، مثل ما قال أبو حمود أنه يعطيني الكلام المنمق والأرقام، لكن تحليلي مو إحصائية، تحليلي يعني أنت واثق أنا هذه عيوني طرشتها، طرشت عيوني، عيني هني وعيني هناك. ما يخالف دكتور محمد قال لك يا رجل إحصاء يعطيك إحصائيات لكن ما يعطيك امور فنيه دقيقه. هل هذا اللي نحتاجه المنتخب، انه يكون رجل احصائي غير رجل الفني اللي يساعد المدرب؟ انا اعتقد انه محتاجين انه يكون عندنا على الاقل 7 مدربين مساعدين للمدرب. هذا الاستاف الانساب الكويتي. ليش؟ لان على الاقل كل مباراه يطلع لها مدرب يتابع الفريقين اللي قاعد يلعبون، وهم نفس الشيء على اساس يتابع مباريات المنتخب، الفرق الصغيره اللي ما قاعد يسالون فيها ولا قاعد حتى يلتفتون لها نهائيا. اليوم احنا قاعد نشوف تشكيلة المنتخب، نادي الكويت والقادسية والعربي على السحيار، لعبوا 5 و3، 5 من القادسية، 3 من الكويت، 1 من العربي، 1 من عجمان، 1 من الوحدة. فعلا قاعد يتكلم صح. شوف هذا اسمح لي يعني صح. هذا اكبر دليل على ان الناس واعية. شوف اسمح لي، انا مدرب، انا مفكر فيها وقاعد ناقد احمد، بس مفكر فيها، مش شنو معناته؟ ما قاعد يمشي معي بنفس الوقت، قاعد يمشي معي، قاعد يطالع الامور، ان اصبحت الناس عندها وعي. انا الحين ما اقدر اكروت السالفه واقول لهم انتم ما تفهمون. زين فيرا امس قال تبديلات حقليه، انا لا احد يتكلم عنهم، نفس الجواب راح نمشي فيه في المدرب وطبيعي يبي يثبت وجهه نظر، يعني بيقول ان حقله، ما حد يقول لك انت مو من حقك انت كمدرب انك تبدل وتدخل منه. يعني انا اضيف على اخوي احمد كلمه، يعني كلامه صحيح 100%، يعني محتاج الى استاف كامل. الهدف منه طبعا مو بس يحضر مباريات، ترى خلينا نكون واقعيين، يعني اليوم عبد العزيز حماده يلاعب منتخب يلعب في نادي مثلا القادسيه، مو شرط انا بس احضر مباراه واطالعه، انا حضر تدريبه. صحيح، شوف شنو طالب التدريب، شنو التزام بالتدريب، يعني انا عندي جهاز كامل يحضر الكل. طبعا هذا الكلام سابق لاوان، احنا ما نتكلم عنه بدري، لكن المفروض انه يكون جهاز فني متكامل يتابع المباريات ويتابع التدريبات. يعني يمكن في نقطه انا بتكلم عليها، ان قضيه ان حضر المدرب المباراه مع محمد المشعان
حضروا المباراة، أنا رأيي الشخصي كان يكتفي في محمد، واليوم ما في أسرار. زين أوكي حضرت المباراة، شفت نقاط القوة والضعف، شنو سويت؟ شنو استفدت من روحتك؟ بل بالعكس يمكن سويت خلل بالفريق إنك تركته في يومين بدون مدرب بدون شيء. لا وبعد عبد الرحمن ايش المشكلة؟ أنت الحين لاعبينك هو أنت تجيب لهم مدرب بروفيشنال، ما يصير ما تركب وياهم، عرفت؟ هذا راح يفرض عليهم أسلوب أكبر من اللي هم يقدرون عليه. أنت جيب لهم من عيال البلد، عرفت؟ إحنا نعرف بعض، إحنا ما يصير هذا صقر. أنت كذي مكانك قاعد تروح، هو كلامك سليم، لكن هو يقول لك يجيب له مساعد يغرب مساعد قصدك؟ لا أنا ولا مدرب ولا مساعد، هو المدرب يكون من الكويت، كويتي وطني يمسك المنتخب نفسه. قصدك على الكره الحاليه الكويتيه، مو هذا الفكره العامه في يعني. ايوه عبد الرحمن، انت تبي تطور عيالك، انت تبي تطور عشان انت بعدين تبي تحط ناس يحللون فني، تحليل فني. انت تجيب هذا فيرا يسوي محاضرات هني بالكويت، تجيب ربعنا المدربين يقعدون يبين قاموا بهالفكره الكويت. انت موجود ويانا يوم قاموا بهالفكره، يابا وش اسمه هيداغو، بس مدرب واحد ميشيل هيداغو، ميشيل هيداغو، وكان على راس المستشار الفني. أمورس هذا مساعد مدرب وياه، ومسك محمد ابراهيم الفريق. ما يخال، لا احنا شو نقول يعني، ما اثبتت تجربه، ما اثبتت الحال. طاقم كله كويتي، انت مو كويتي هوات، انت لاعبينك الحين، انت هوات لاعبينك، انت جيب طاقم كويتي كامل كامل كله كويتي، بعدين انت تبي تصقل هذه المواهبهم المدربين واللاعبين. انت تجيب المدربين، تجيب لهم مدربين من برا كبار لهم تجارب سابقه كبيره، تجيب تسوي له شنو ورش عمل وجديد. ورش عمل وما هذا، يتعلمون منه ربعنا. بعدين انت بالمستقبل اذا انت طبقت قانون على الهواء هذيل الاحتراف وطلعت اللاعبين برا وشفت الرياضه قامت يعني قمت تنافس، انت تقدر تجيب مدرب بروفيشنال. قال ابو فيصل بالحلقه اللي فاتت، قال انا ابي مدرب العالمي او المدرب الزين او المدرب البروفيشنال حق الصغار، ما ابي حق الكبار. خلاص الكبار انت ممكن تمشي الـ 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 يمكن عبد الرحمن ارد عليك بنقطه، يعني انت لما تتكلم عن المدرب العالمي حق الصغار، احنا الصغار هم الكارثه الحقيقيه، يعني في اكثر من نادي ويتصلون فينا ويبلغوني بهالمعلومات هذه، يقولون انه والله المدرب الفلاني يتصل فينا يقول نقول اللاعبين يلا على اساس اجاملكم فيهم وبالتصفيات راح اطلع. يعني عطنا من ناديك اختيار منتخب، اختيارات مثلا من نادي الساحل او الجهره او غيره. المراحل السنيه صايره، المراحل السنيه ما يروحون. هذه كارثه ان اتصل فيه بالتليفون ذكر لي اثنين من لاعبينك، بس ترى حط ببالك اني بطلعهم بالتصفيات راح امشيهم، بس انا مجاملك يعني هذه على اساس انها حبيه. في وايد عبد الرحمن عندنا الكره الكويتيه تمشي كذي وايد، ما هذه هي في عندنا مدراء فرق، ها في مدراء لهم سيطره على المنتخب، اخذ فلان يقول لك يدق عليك. هني انت كمدرب يا انك انت تسمع كلامه، يا انك انت تقول له اسمح لي مالك شيء عندي. هذه شخصيه المدرب، هذه شخصيه المدرب. لكن ثق تماما ان في وايد مدراء، لان احنا مجتمع متداخل، يدق مدير الفرع عضو مجلس اداره الو والله ترى انا اي ترى لا صقر خوش لاعب يعرض يبي يصير مدرب. تدري شلون يبقى انت قطر، عطني القطر وعقال وانت اخذ مدرب سعودي تعال درب. هو يبي يوصل مسج انه هو يتدخل وانه هو عنده سيطره، وانه هو في الحقيقه ما يقدر يسوي شيء. مو ما يقدر، انت بالاول وتالي ابو حمود شنو انت ملعب باكر الولد هذا اللي يابه لك تبي يدش الملعب صح، وراح ينكشف قدام العالم. انت ليه تسوي مشكله؟ احنا قاعد نتكلم، هو قال لك هو اثار نقطه انه الاختيارات والاستدعاءات اصبحت على الناشئين، او عفوا في الاعمار الصغيره سواء كان على المدارس او على الناشئين بالتلفون، رشح لي اثنين رشح لي. هذه مصيبه. تدري ليش؟ وين اللجنه الفنيه؟ اللجنه الفنيه هي مسؤوليتها، تدري شنو مسؤوليتها؟ خل ارجع لك على اللجنه الفنيه وعلى على على شغلها، لكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل قصير هذا ونرجع لكم.